اليوم توفي أحد أبرز رجال الأعمال في دولة الإمارات، رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، وده بعد مسيرة حافلة بالعطاء بالتأكيد. شيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي نعى في تغريدة على حسابه في تويتر رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم اللي توفي اليوم، وقال عنه رجل الأعمال المبدع وأحد أهم يعني تجار دبي وكبار رجالتها وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع، وكانت آخر قراراته توظيف 3000 مواطن. طيب من هو ماجد الفطيم؟ خليني أقول لحضراتكم إنه ماجد الفطيم يعد واحد من أهم رواد الأعمال عاصروا نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة. نشأ في عائلة تجارية، كان بيعمل والده محمد وعمه حمد في تجارة الأخشاب والأقمشة واللؤلؤ كمان. سافر ماجد الفطيم لطوكيو سنة 55 علشان يرجع ومعاه توكيل سيارات تويوتا اللي بدأ بيه عمله وشغله الخاص وحقق فيه نجاح كبير لفت ليه كل الأنظار. سنة 76 حصل ماجد على توكيل سيارات جديد أيضا، ومع بداية الانفتاح اللي حصل في مصر أثناء حكم أنور السادات، مع وجود أيضا عدد من الموظفين المصريين العاملين لدى الفطيم، رأى ماجد أنه الوقت يعني حان لدخول السوق المصري. ماجد الفطيم هو مؤسس مجموعة ماجد الفطيم اللي هي المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسويق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط، بنتكلم أفريقيا وآسيا أيضا، كل ده سنة 92. هو كمان اشتغل على تغيير مفهوم التسوق الترفيه علشان يحقق يعني أسعد اللحظات لكل الناس. بدأت ملامح الرؤية عنده دي تتجسد من خلال كتير والعديد من مراكز التسوق الحديثة والمبتكرة اللي تم افتتاحها أولا في دولة الإمارات العربية المتحدة، علشان تتوسع بعدها من خلال 17 سوق حوالين العالم فيها أكتر من 43 ألف موظف. خلينا أقول كمان إنه شركة ماجد الفطيم بتمتلك وبتدير اليوم 27 مركز تسوق و13 فندق وأربع مشاريع مدن متكاملة بالكامل، بالإضافة للعديد من المشاريع قيد الإنشاء. ويمكن أيضا بتتضمن مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم مول الإمارات، مول مصر، مراكز سيتي سنتر، مراكز التسوق المجتمعية المختلفة، وبالإضافة لخمس مجمعات تسوق بالشراكة مع حكومة الشرق. أيضا للشركة دي امتياز الاستخدام الحصري لاسم كارفور في أكثر من 30 سوق على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا واسيا، ويمكن بتدير ماجد الفطيم اكثر من 350 متجر، بالاضافه لكده المتجر الالكتروني، وكمان صنفته فوربس الشرق الاوسط في المرتبه الثالثه ضمن قائمه الاثرياء العرب لسنه 2021. طبعا ده وفقا للمعلومات المتداوله، تقدر يعني ممكن نقول نقدر كده بشكل عام حجم استثمارات ماجد الفطيم 18 مليار جنيه في السوق المصري. طيب بنشوف معانا يعني مع حضراتكم صور على الشاشة دي، نقول لحضراتكم ان الرؤية الإبداعية لماجد الفطيم رحمة الله عليه غيرت وجه أنشطة التسوق والترفيه والاستجمام، حتى لو هنقول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعني سنة 95 افتتح ماجد الفطيم أول مركز تسوق منشأ في هذا أو منذ ذلك التاريخ، شركة بتحظى بأهمية كبيرة وعالمية بارزة، وبيمتلك الفطيم ما يقرب من 170 متجر تقريبا في 16 دولة، وثروته بتقدر بأكثر من 10 مليار دولار. وبتمتلئ مسيرة ماجد الفطيم بالكثير من الإنجازات بفضل رؤيته اللي يمكن حملت مفهوم مهم وهو مفهوم متغير للتسوق وللترفيه، واللي بالفعل تجسدت في العديد من مراكز التسوق لما عندنا زي ما عندنا نرددها ونقولها، واللي يمكن تم افتتاحها حوالي أول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن الإمارات لبقية الدول، وبيقدر حجم العمالة فيها 34 ألف موظف. يمكن النهاردة بتمتلك وتدير مجموعة ماجد الفطيم 20 مركز تسوق، 12 فندق، 3 مشاريع زي ما ذكرنا، ومدن متكاملة كمان، بالإضافة للعديد من المشاريع اللي ما زالت تحت الإنشاء. رحمة الله عليه، دي كانت مسيرة سريعة عليه من هو ماجد الفطيم في سطور بسيطة. شكرا متابعة حضراتكم، وإلى اللقاء.